ورجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم دلوقتي لاستوديو الحريف. الذهب يعرف مكانه مهما تغيرت الأسماء، وفتيات الأهلي كبريق الذهب يلمع في كل الصلاة وعلى كل منصات التتويج وحصد البطولات. الحقيقة امبارح كلنا كنا في قمة السعادة والفخر بنجوم وأبطال فتيات الذهب فريق سيدات الطايرة بعد فوزهم بكأس السوبر بنتيجة 3-0 بعد أداء ولا أروع. وأكيد ده كان نتيجة تعب وشغل كبير طول الفترة اللي فاتت، وعشان كده احنا قررنا النهاردة معانا ومنورنا اتنين بطلتين من الفريق وبنحتفل معاهم بالفوز، وعشان كده كمان قررنا ان ما يكونش معانا منورة النهاردة ونبدأ بنجومنا كابتن نهلة سامح كابتن فريق الطايرة بالنادي الأهلي وكابتن سارة أمين لاعبة كرة الطايرة بالنادي الأهلي. أهلا بكم يا أبطال، منورنا. مبروك أول حاجة. عايزين نتكلم نبتدي نهلة من ماتش امبارح والفوز. طبعا الحمد لله على الفوز. طبعا يعني دي اول مره البطوله تقام في مصر، يعني دايما كان بيكون في دوري وكاس، اول مره الاتحاد يعمل بطوله السوبر المصري، فكان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نحط اول بطوله اتعملت باسم النادي الاهلي عشان نكمل طبعا انجازات الاجيال قبلنا، ان احنا محافظين على البطولات المحليه اكتر من 30 سنه. فطبعا كان تحدي كبير جدا بالنسبه لنا ان احنا اول بطوله وجايه في اول السيزون، بلس كمان ان البطوله دي هتدينا ثقه لبقيه السيزون ان شاء الله في البطولات الجايه. ان شاء الله. الف مبروك مبدئيا. طب كابتن ساره قولي لي بقى، شايفه الفوز ده ازاي وكان احساسك ازاي؟ طبعا دي اول بطوله تتعمل، ان هي لسه اول بطوله تتعمل السنه دي، ده بيدينا كده دفعه لبدايه السيزون، يعني ان احنا نخش على الدوري والكاس او كده بدايه السيزون ببطوله، طبعا دفعه كبيره. وان احنا كنا زي ما نهله قالت طبعا تحدي لينا كبير، قدرنا ان احنا كان برضو الماتشات يعني اسبوعين، 3 ايام الاسبوع اللي فات واسبوعين يومين الاسبوع ده، قدرنا الحمد لله ان احنا نمشي يعني ماتش بماتش ونحضر له ماتش بماتش، الحمد لله قدرنا نفوز بكل المباريات الحمد لله. ما شاء الله. ده انا عايزاكم تقولوا لنا عن كواليس الماتش الاخير، الاشواط كلها كانت صعبه، اصعب شوط عليكم كان ايه، حاجة حصلت في البريك، يعني احكوا لنا عن التفاصيل. يعني ما فيش مثلا في لحظة كده حسيتوا ان انتوا لا البطولة دي هتروح مننا، او يئستوا في لحظة او خفتوا في لحظة، احكوا لنا الكواليس. هو يمكن يعني احنا في زي ما سارة قالت احنا لعبنا في يعني في يعني خميس جمعة سبت اللي فاتوا والجمعة وسبت الماضي، فيمكن الماتشات كلها كانت المستويات متقاربة، يعني احنا كنا 4 فرق بنلعب على البطولة، كان احنا ونادي الصيد ونادي سبورتنج من اسكندريه ونادي وادي دجله. الماتشات كلها كانت تعتبر مقفوله، منهم ماتش سبورتنج اللي لعبناه كان الاسبوع اللي فات اللي هو كان في تحديد المراكز عشان يعني بعد كده نوصل للسيمي فاينل. الماتش ده كان انتهى 3-2، فيعتبر الماتش كان مقفول وكان اللعب فيه يعني كان لعب عالي. وكمان ماتش السيمي فاينل كان ماتش قوي، كان مع وادي دجلة انتهى 3-1، ولكن برضو كان في لعب، يعني الماتش كان قوي جدا. وماتش امبارح الحمد لله قدرنا نفوز 3-0، لكن يمكن يعني اكتر شوط يمكن كان فيه مقفول شويه كان الشوط الثاني، كانوا يعني كنا ماشيين نقطه بنقطه لغايه النقطه 20 مثلا، هو الجيم من 25، فكنا ماشيين لغايه النقطه 20-20، فطبعا ده يمكن الجيم ده شويه كان برضو نقطه فاصله شويه في الماتش ان احنا ما ننجحهمش تاني ونتعادل 1-1، طبعا 2-0 غير 1-1 يعني، فكان شوط فاصل شويه في البطوله ده. ساره بالنسبه لك كان الماتش ازاي؟ في البريك بقى او في التايم اوت، طبعا في الوقت ده، في الوقت اللي هو الكريتيكال ده، كان بيبقى على طول كابتن حمدي او كابتن ياسر كابتن احمد كلهم بره بيوجهونا طبعا في الوقت ده نعمل ايه بالظبط، الرفع يبقى لمين، الارسال يبقى موجه فين، واللي هو لازم تعليمات من بره، هم شايفين الملعب من بره اكتر طبعا. بس فده اللي خلانا الحمد لله ان احنا ايه يعني نتغلب عليهم واحده واحده، قدرنا ان احنا نفوز الحمد لله. خلى ده الفوز اللي هو بتاع الجيم التاني ده خلى الفوز الجيم التالت اسهل بكتير والماتش بقى اسهل الحمد لله. اوكي. طب عايز اسالكم انتوا الاثنين شايفين مشوار الاهلي عامل ازاي وايه البطوله الاصعب؟ اكيد طبعا يعني احنا الحمد لله كل بطوله بناخدها هي بالنسبه لنا بتكون صعبه، احنا بنلعب دايما على الذهب، فالحمد لله ان احنا عدينا السوبر. دلوقتي طبعا هنبتدي نركز، يعني خلاص قفلنا صفحه السوبر، هنبتدي نركز ان شاء الله في الدوري الكاس، وطبعا البطولات الافريقيه بتكون من اصعب البطولات يعني عشان بنقابل طبعا فرق قويه زي الفرق التونسيه والكينيه، فطبعا بتكون البطوله الافريقيه الاصعب. لكن السنه دي الموضوع مختلف برضو، في فرق كتير جدا في الدوري
دعمت بمحترفين ولاعيبه عاليين جدا، فالمنافسه حتى في الدوري الكاس هتكون اصعب من كل سنه يعني ان شاء الله. مين الفرق الاصعب اللي بتخافوا تواجهوها او بتعملوا حسابكم زياده ان انتوا هتواجهوها؟ احنا دلوقتي يعني تقريبا كل الفرق بقت في نفس المستوى او في يعني بدرجات متفاوته شويه، بس كل فرقه بنبقى عاملين حسابها كويس قوي. يعتبر الفرقه الاكتر اللي احنا بنواجهها وهنواجهها يعني كتير السنه دي، مرات كتيره حتى هم الزمالك يعني قابلناهم في الادوار التمهيديه اللي هي في الدوري، ولسه هنقابلهم طبعا في الكاس وفي الدوري كمان في النهائيات. ف طبعا كل فرقه احنا عامه بنعمل لها حساب، حتى الفرق اللي احنا لعبناها في السوبر كل فرقه بنعمل لها حساب وبنقدرها كويس قوي وبندرسها كويس قوي. ف لا يعني لسه كنت عايز اسالكم، يعني بتدرسوا فعلا الفرق؟ بتبقوا عارفين كل فرقه كده ايه قوتها وايه ضعفها وهنخش لها منين وكده؟ بالظبط بالظبط. بتبقوا مجهزين كل الفرق؟ طبعا كابتن شريهان اخت نهله هي اللي بتبقى محضره ماتشات، بتقول لنا الماتشات بتجيبها لنا بنتفرج عليها، كابتن حمدي بيقعد معانا، دي بتضرب هنا دي بتضرب كده، هي بتكون زي محاضرات فعلا. يعني هو فعلا كاننا فعلا بندرس الفريق اللي قدامنا، بتكون محاضره على كل لعيبه يعني. انتوا في نادي جمهوره ما بيقبلش خساره، ما بيقبلش غير بالمكسب، يعني لو كسبتوا 10 بطولات وخسرتوا التاسعه ال 11 هيمسكوا لكم في ال 11، ده هل بيكون حافز ولا ضغط عليكم؟ الاثنين بصراحه. احكي لي يعني عن علاقه ان احنا بيكون في ضغط، ان احنا دايما مطلوب ان احنا بنلعب على الذهب، دي طبعا ميزه، هو ده اللي خلانا نوصل الحمد لله لرقم البطولات دي كلها على مدار السنين دي كلها، ده اللي وصلنا لكده. وفي نفس الوقت بيكون في ضغط علينا زياده عن الفرق اللي قدامنا، يعني الفرق اللي قدامنا انا كسبت تمام، ما كسبتش انا عملت اللي عليا، لكن احنا لا احنا لازم نكسب. بس بصراحه برضه عايزه اقول حاجه، يعني احنا في بطوله افريقيا خسرناها قبل كده، الجمهور بصراحه كان في ظهرنا يعني، وبالعكس وقال احنا الفرقه دي ياما فرحتنا وكانوا في ظهرنا، ولكن طبعا يعني هم حقهم، وده يعني ان هم ما يودوش غير بالمركز الاول طبعا، عشان الحمد لله النادي الاهلي يعني معودنا على المركز الاول، واحنا الحمد لله كفرقه اعتقد من اكتر الفرق تتويج في النادي يعني. ده حقيقي. ساره احكي لي موقف كان الجمهور فيه هو السبب انك تكملي، او موقف كنت فيه زي ما بيقولوا نفسيا واقعه وبسبب الجمهور رجعتي. زي بصي، هو كل الماتشات عامه وجود الالتراس ده بيعلينا نفسيا عامه، بس اكتر ماتش كنا فيه واقعين كان في نهائي افريقيا 2017، كنا خسرانين الجيم الاول 2019 وقدرنا ان احنا الجمهور بقى كان مالي الصاله على اخرها، وابتدى ان هو التشجيع بقى يعني الصوت بيعلى والتشجيع يبقى اكتر وكل حاجه، بس ده قدر يعني كان من اسباب طبعا المكسب. وطبعا احنا يعني نتمنى ان احنا ان هم يبقوا معانا في كل الماتشات وكل البطولات. هم معاك، هو جمهور الاهلي ما بيسيبش حد. طبعا بجد يعني. طب عايز اعرف بعد الماتش العظيم بتاع امبارح مين اول حد تواصل معاك وبارك لكم؟ احنا طبعا كان متواجد معانا في الصاله سيادة الوزير عمرو فاروق وكابتن خالد العوضي، طبعا كانوا معانا، وعلى طول ساعتها كابتن الخطيب يعني حصل التهنئة بالفوز بالسوبر، فيعني هم بصراحة معانا من بدري كمان من قبل ما نلعب الماتش يعني، وبيحفزونا معانا. نهلا أنا عايزاكي تقولي ألو في تليفون ليكي. أوكي. ألو؟ ألو؟ شيرين. شيرين ازيك؟ الحمد لله تمام. شيرين اختك صح؟ عامله ايه؟ عاملين ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله منورانا. الله يخليكوا، ربنا يخليكوا، اخباركم ايه؟ كله تمام. شيريهان والخطط، ها انت اللي بتقولي لهم خطط الفرقه الثانيه، التكتيك بتاعها. انا بتاعت الخطط. ايوه انا يا جماعه بتاعت الخطط هو ده. انا عايزاكي تقولي لنا بتعملي ايه مع نهله في الاوقات الصعبه اللي زي دي قبل البطولات، الكواليس كده بتكلميها تقولي لها ايه يعني؟ بصي، هو الحمد لله انا ونهله كمان يعني الميزه ان احنا كنا بنلعب مع بعض، فمتعودين كده اللي هو ايه يعني، هي نهله برده متصاعده معايا من زمان قوي واحنا بنلعب، فكنا متعودين كده مثلا انا لو شايفه حاجه وهي بتلعب نفس مركزي كمان، فدايما تلاقيني لو في حاجه مثلا شايفاها ممكن تلاقيني ايه اقول لها لا اعملي كذا مثلا، كلهم والله يعني كل بتوع المركز بصراحه اللي بيلعبوا معايا في نفس المركز، ساعات اقول ايه مثلا نهله هنعمل كذا هنعمل، بس نهله بقى عشان لما بتبقى معايا في البيت بيبقى في حاجات ثانيه بقى، مثلا نهله طب هنركز النهارده في
او البنت دي وقت هنا هنشوف الحاجات اللي انا فاهمها، غير بقى الحاجات النفسيه ان هو لا احنا هنكسب ان شاء الله. انت عارفه برضو ايه يعني النفسيه دي مهمه الصراحه، يعني لازم تبقي تديهم دافع ان هم احنا لا هنكسب، حتى مش في الدوري او كده، في البطولات افريقيا او كده لازم يبقى عندنا دافع يا جماعه، ونفسيا حتى لو هم مهزوزين شويه نبقى احنا لا احنا جامدين يا جماعه وهنكسب ان شاء الله. فده بيبقى كلمات كده شويه، وبعدين هم ما شاء الله يعني ما بيتوتروش، هم ما شاء الله كلهم لعيبه كبار وبيأدوا اللي عليهم واكثر كمان. يمكن انت عليكي حمل كبير قوي، وهو حياتي دي قطه دي ولا طفل؟ ده في الزغنون، انا عندي زياده كبيره، ده في الزغنون بقى ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله، بيبارك بيقول لكم مبروك، يعني عايز اقول لكم مبروك يعني. ربنا يخليهم لك. بيبقى عليكي حمل الدعم النفسي، وده مهم جدا جدا، واوقات كتير عارفه اللي بيدي الدعم ده اوقات بيبقى هو اللي محتاج الدعم طبعا، وبيبقى اوقات خايف. بتعملي ايه في الاوقات اللي زي دي؟ والله العظيم انا ببقى ساعات، انا عايزه اقول لك ان في ماتشات ما ببقاش قادره اقعد على الكرسي حتى اكمل الشغل اللي انا بعمله من كتر الواحد ما بيبقى متوتر، ببقى قاعده متوتره جدا، ويعني بس عايزه ابين لهم لا لا يا جماعه هنكسب ومفيش الماتش ده خالص وما تقلقوش، وانا عايزه حد يقول لي ما تخافيش. ايوه عايزه حد يقول لي لا ما تقلقيش هنكسب ما تقلقيش. فبحاول على قد ما اقدر طبعا ان انا يعني ابقى معاهم دافع، وان انا افهمهم ان الدنيا سهله، والفريق فوق، ان احنا فرقتنا يعني قدها وقدود، ومفيش اي حاجه تقدر تقف قدامنا. الحمد لله يعني، الحمد لله ربنا. هي دي المسؤوليه. طب انا عايز اسالك على حاجه شريان، ايه اكتر فرقه بتشيلي همها تقعدي تدرسي لها كتير وكده؟ بصي هو طبعا يعني طبعا احنا بنحترم كل الفرق جدا كلهم، ودلوقتي بالذات ان السنه دي كل الفرق دعمت فرقها بمختلفين، قبل كده الدنيا كانت مختلفه تماما. يعني قبل كده كنا بنبقى داخلين الدوري يعني شبه ان هو احنا يعني اقوى فرقه، فبس بقى له فتره تقريبا سنه او سنتين عامل قلق بمحترفين من بره، وفي لعيبه صغيرين كده. فدلوقتي احنا كان معانا فرقه السيتنج وفرقه صوتك بيقطع في حته فيها شبكه. ماشي هنرجع لك تاني يا شريان. دور شريهان كأخت وكلاعبة سابقة، يعني الدعم اللي بتقدمه لك، على فكرة اخوات ساعات بيعاندوا مع بعض يا سارة. لا لا بالعكس، مش كل الاخوات، مش احنا وشريهان، مش كل الاخوات ما شاء الله. بالعكس انا عايزة اقول حاجة كمان، يعني صايا وانا وشريهان بنلعب نفس المركز. اوكي. ويعني شريهان كانت معانا في الملعب، وصايا برضه في المنتخب كانت معاها، يعني لعبنا احنا الثلاثه نفس المركز. يعني احنا بنلعب نفس المركز، فدي حاجه برضه كانت مشجعه يعني مشجعاني وكده. لما طلعت وانا صغيره، انا طلعت درجه اولى في سن صغير، فطبعا بيكون في رهبه يعني، بس كانت شريهان بقى هي اكبر مني، فلعيبه فوق كانت مطمناني شويه. وطبعا يعني في الملعب برضه بتشن كتير، يعني احنا دايما كاربعات بنبقى ممكن شايلين بعض شويه، بنكون في اتنين من نفس المركز في الملعب، فبنطمن بعض. شريهان رجع تاني. شريهان الو. ايوه معلش انا اسفه. رجعتي. ولا يهمك، كملي معاكي اتفضلي. فبقول لك طبعا دلوقتي في فرق كتيره جدا، فبيبقى شغل كتير ان الواحد بيبقى عايز يعمل سكاوتنج عليهم، لازم نبقى مع الفرقه. ففي مثلا البطوله دي كان فريق سبورتنج والصيد ووادي دجله، فعلا الفرق الثلاثه يعني قدموا مستويات غير ان الواحد كان متخيلها بصراحه، عملوا ماتشات هايله وكبيره. فمثلا كان طبعا ماتش الصيد امبارح اللي هو النهائي ده، طبعا الواحد كان شايل همه، لان عارفه برضو الماتشات النهائيه دي ما بتبقيش ضامنه برضو الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. طبعا. فامبارح كان ماتش بصراحه الواحد متوتر فيه جدا. ولما نرجع بقى الكاس ان شاء الله، الكاس والدوري بقى لما يبداوا هيبقى بقى في ماتشات ثانيه باذن الله. باذن الله ان شاء الله. مش نفسك ترجعي تلعبي ثاني يا ريم؟ انا طبعا نفسي. يعني الواحد عارفه على طول كده، انت عارفه انا اول ما بطلت قلت لها خلاص كده حلو قوي وكويس وبتاع، كل بقى ما الفتره تزيد وانت ما بتلعبيش احس ان لا الواحد كان عايز ينزل يلعب كده ويفتكر ويعيد الذكريات الحلوه دي. طيب انا عايزاكي تقولي حاجتين، حاجه لساره ونهله وحاجه لجمهور الاهلي. عايزه اقول لساره ونهله مبروك، وهم والفرقه كانوا هايلين امبارح ما شاء الله عليهم، وهم على طول قد المسؤوليه. وعايزه اقول للجمهور الاهلي يعني متشكرين جدا، والف مبروك ليكم، وان هم على طول في ظهرنا، وان هم على طول مع الفريق وبيدعموهم،
وكان في جمهور ساعات بيحضر وبيشجع ويعني بيجوا لنا كذا كذا ماتش في كذا اماكن. وطبعا بشكر مجلس الاداره على دعمهم ووقفتنا وقفتهم مع الفريق على طول. وامبارح كابتن الخطيب كان هنأ الفريق، وكان الوزير عمرو فاروق كان موجود، وكابتن خالد العوضي. فيعني متشكرين، وان شاء الله نوعدكم بالبطولات اللي جايه كلها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بنشكرك شكرا جزيلا. متشكرين لكم جدا جدا طبعا. دايما بقول الاستضافات الجميله. وسلمي لنا على سيف بقى. سلمنا على سلام. سيف وزيزو الاثنين بوسها لكل واحد. ربنا يخليك، شكرا. باي باي. مع السلامه. كابتن حمدي الصافي، هبتدي بساره، كلميني عن كابتن حمدي الصافي. كابتن حمدي طبعا هو بالنسبه لنا كلنا اللي هو الاب قبل يعني اللي هو اي حاجه. هو طبعا على طول سبورت لينا من اول ما انا جيت النادي الاهلي، يعني بقالي تقريبا 4 سنين، دي السنه الخامسه. من ساعه ما وصلت النادي الاهلي وهو في ظهري وظهرنا كلنا. بس هتكلم عن نفسي، يعني هو على طول سبورت، على طول بينصحني في حاجات واقعه مني، حاجات عايزه تزيد عندي، حاجات كده. على طول في ظهرنا، على طول بيتكلم معانا في حاجات كده لازم نركز عليها في الملعب. لا هو كابتن حمدي على طول في ظهرنا كده وسبورت. يلا طبعا كابتن حمدي يعني هو طبعا معروف لعيب كره طايره، يعني من واحترف في اقوى الدوريات. فكان ان هو اصلا يعني حتى يمرنا كان شرف لينا طبعا، بالذات ان هو برضه بيلعب مركزنا. ايوه ده انتوا مبسوطين بموضوع مركز المركز المركز. فطبعا بالنسبه لنا مثل اعلى، يعني اول مره كابتن حمدي مسكنا احنا طبعا كنا فرحانين جدا ان احنا يعني كابتن حمدي لعيب قوي زيه هيكون معانا وهينقل لنا خبراته. فطبعا شرف لينا طبعا ان كابتن حمدي يعني المدير الفني بتاعنا. طيب احنا مكملين معاكم، بس هنطلع فاصل ونرجع تاني. فاصل ونرجع تاني نكمل معاكم حوارنا مع النجمتين. فاصل ونرجع. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه بنحتفل معاكم بفوز نجومنا وأبطالنا سيدات الأهلي في الطايرة بكأس السوبر، ومعانا كابتن نهلة سامح كابتن فريق الطايرة بالنادي الأهلي، وكابتن سارة أمين لاعبة كرة الطايرة بالنادي الأهلي. قولوا لنا بقى، أنا عايزة بس أعرف كابتن حمدي بعد الفوز بعد المباراة جمعكم كده كلكم، قال لكم كلمة، قال لكم إيه بالظبط؟ قال لنا صفحة وانتهت. خلاص يعني بطولة وخلصناها، نفرح وكل حاجة، بس اللي هو خلاص بقى دي يعني نفصل، عندنا لسه بطولات جاية، الدوري والكاس وكده بس، في صفحة وانتهت والحمد لله. 3 أيام أجازة. 3 أيام أجازة. وفرحنا بوطنكم أجازتكم. يعني فرحة وخلصت ما نزتش، يعني إيه نعرف إن دي بطولة وخلصت ونكمل. طيب تهنئة كابتن محمود الخطيب، قال لكم إيه؟ طبعا هنأنا، قال لنا يعني طبعا المستوى ان هو كويس الحمد لله، والف مبروك للعيبه والجهاز الفني وكل حاجه. بس طبعا كابتن محمود الخطيب على طول طبعا بتواصل مع كابتن خالد العوضي ومع الاداره وكده، بس وعلى طول يعني معانا في كل حاجه. طب انا عايز اعرف برضو بعد الفوز كده احساسكم بيبقى عامل ازاي؟ يعني بتحتفلوا ازاي؟ يعني بعيد بقى عن الكوره واللعب والتمارين، ال3 أيام الأجازة دول بتعملوا فيهم ايه؟ لا هو واحد لما بينجح كده وبيسمع كلام بالزبط. حلو من ناس جامده وبيكون بعد ضغط والله. يعني احنا ممكن نكون قبل الفاينل ده، يعني احنا دلوقتي مستريحين نفسيا كل حاجه، ممكن لو حد شافنا من اسبوعين لا احنا بنكون فعلا في ضغط نفسي غير طبيعي. احنا داخلين بطوله وداخلين على الفاينل والكلام ده، بيكون ضغط نفسي غير طبيعي. فطبعا مجرد ما انتهت، يعني مجرد ما الحكم صفى، احنا في ساعتها بنحس فعلا براحه نفسيه وفرح بالظبط، اللي هو خلاص الحمد لله. قبل ما نكمل كلام، احنا معانا كابتن حمدي الصافي المدير الفني. برحب بحضرتك يا كابتن، منورنا في الحريفه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. الف مبروك طبعا، يعني فوز مستحق، بس عايزاك تكلمني عن الكواليس وعن البنات، الدعم اللي كنت حضرتك بتديه لهم من اللحظات الصعبه اللي عدت عليكم. الحقيقه طبعا احنا فريق النادي الاهلي للكره الطايره كبير جدا، وفريق ليه تاريخ يضم عناصر يعني اكتر عناصر خبره في مصر وعناصر دوليه. طبعا يعني البنات الحقيقه كانوا متحملين المسؤوليه طبعا بقياده الكابتن نهله سامح، ومعاكي طبعا ساره امين، الاثنين دولت من احسن العناصر واكثر العناصر في مركز 4 في مصر
خبرة ووقت المؤثر الحقيقة هم بيبقوا موجودين في الملعب وبيتم الاعتماد عليهم بشكل كبير لأن خبرتهم كبيرة جدا في الكرة الطائرة سواء على مستوى النادي الأهلي أو مستوى مصر. الحقيقة الفرقة كلها كانت بتمر بظروف صعبة الفترة الأخيرة، انتقالات لعيبة وإصابات عندنا وكده، بس اللعيبة الحقيقة اتحسست كلهم اتوعدوا يعني ان هم لازم يحققوا البطولة لان النادي الاهلي دايما متعود ان هو يحقق بطولات والمركز الاول في الكرة الطايرة، فالحمد لله هم عدوا الفترة الصعبة ديت وقدروا يحققوا بطولة السوبر اول مرة في تاريخ الكرة الطايرة المصرية تتعمل، فكان لازم النادي الاهلي يبقى هو ذي الريادة وحقق المركز الاول فيها. صح ده مكان الطبيعي يعني فعلا. فريق السيدات الطايره حقق بطولات وحاجات يعني خط صعوبات كتير قوي، لما بيبقوا اللعيبه بتوعك يا كابتن عندهم سنه احباط او صعوبات نفسيه او داون كاي حد، بتعالج ده معاهم ازاي؟ الحقيقه احنا دايما متعودين كل فتره لما بنمر بصعوبات او كده زي الفتره الاخيره دي بنقعد نتكلم مع بعض الفريق وكابتن الفريق، بنقعد نتكلم احنا كجهاز بنتكلم وبنفكر بعض دايما بالصعوبات اللي قبل كده مرينا بيها بالبطولات اللي حققناها، دايما بنعمل ابديت لنفسينا دايما ان احنا ما ننساش المجهود اللي بنبذله في التدريبات طول الموسم، ما ننساش المواقف اللي مرينا بيها، فلازم بيحصل نوع من التحفيز. اللعيبه برضو بتقعد مع بعضها مع كابتن الفريق، حصل الفتره الاخيره برضو كابتن نهى سامح جمعت الفريق وقعدت برضو بدون الجهاز وقعدوا قاعده معانا. الحقيقه كل الامور ديت بتساعد جدا مع الامور الفنيه اللي احنا بنشتغل فيها. صوت حضرتك مش واضح يا كابتن. الطايره وتاريخه كبير جدا، ايام بطولات عربيه او افريقيه، طبيعي ان بيحصل في الفريق اب اند داون، ده بيحصل طبيعي في الفريق، بس الفريق الفرق الكبيره زي النادي الاهلي في الكره الطايره بتقدر تعمل كام باك وبتقدر تقف تاني على رجليها، وده اللي بيحصل يعني الحمد لله دلوقتي. بالفترة اللي جاية احنا عرفنا ان حضرتك اديت لهم 3 ايام اجازة، فعايزين نعرف بعد الثلاث ايام الاجازة دول ايه اللي هيحصل. والله بصي احنا اللي يعني اللي احنا عارفينه ان شاء الله ان احنا اول مباراة لينا هتبقى في كاس مصر في يوم 6/2، فعندنا حوالي 20 يوم هم ما خدوش راحة بقى لهم فترة طويلة يعني شغالين ماتشات، وكان عندنا الدور الاول دور قوي كان فيه ماتشين مع الزمالك، بالاضافه لمجموعتنا كانت مجموعه كويسه فيها فرق كويسه بتلعب فولي، فكان في فولي تقيل في المجموعه بتاعتنا في دور التمهيد، وجا بعديها طبعا كاس السوبر وكانت دوره مش مجرد مباراه، لا دي دوره لعبنا فيها 5 مباريات قويه، فالحقيقه هم كانوا محتاجين راحه، فانا يعني فضلت ان انا اقسم لهم الراحه شويه، ما اديهمش فتره طويله قوي في الاول، اديتهم 3 ايام وان شاء الله راحة كويسة بإذن الله. كابتن حمدي عايزة حضرتك توجه كلمة لبطلاتنا سواء نهلة وسارة اللي معانا في الاستوديو أو الأبطال اللي مش موجودين معانا. الحقيقة كلهم أبطال ويستحقوا كل تحية على الإنجازات اللي بيعملوها سواء في خلال الفترة بتاعتي اللي أنا موجود فيها أو قبل كده، فالحقيقة لا هم أبطال ويستحقوا كل تحية، حققوا بطولات كتيرة على المستوى العربي والإفريقي وسيطرة على المستوى المحلي، والمنافسة بقت شديدة، أنا بقول لهم المنافسة بقت شديدة دلوقتي، كل الناس طبعا بيبقى بطل عاوزين ينافسوه أو عاوزين يزحزحوه مع البطولات بتاعته، هتلاقوا مقاومة شديدة الفترة الجاية، فلازم تبقوا قدها وتركزوا أكتر وإن شاء الله تحققوا كل خطة زي كل موسم بإذن الله. تقولوا إيه للكابتن؟ يعني بنشكره طبعا، بنشكره طبعا على الفترة بتاعت السوبر، إن إحنا الحمد لله قدرنا نفوز بالبطوله، وطبعا ده مجهوده وبنشكره طبعا على مجهوده معانا طوال السنين دي، حققنا بطولات كتير جدا وان شاء الله الأجازة. لسه كمان والاجازه كمان والاجازه طبعا دي شكرا يا كابتن حمدي شكرا يا كابتن حمدي على الاجازه، وطبعا ان شاء الله البطولات الجايه كلها مع بعض ان شاء الله نقدر نفوز بيها ان شاء الله. كابتن حمدي صافي مدير الفني لفريق السيدات الطايره بالنادي الاهلي نورتنا في الحريفه. نخرج من الكرة الطايرة ونشوف بقى البنات دي بتعمل ايه. انا عايزة بس اسألهم على حاجة. فريق سيدات الطايرة الفترة اللي فاتت عمل انتصارات كبيرة قوي ونجاحات كبيرة جدا، على مدار الفترة اللي فاتت دي بتشوفوا كل واحد فيكم ايه السبب الحقيقي والاساسي ورا الفوز ده، بتعملوا ايه؟ احنا ككل يعني هو مفيش واحدة بتعمل حاجة لوحدها، احنا كتيم كامل متكامل كده كله اللي هو بيساعد بعض، كلنا
في مركب واحده زي ما كل الناس عارفه. كل الفرق الجماعيه دي معتمده على ان احنا كلنا نبقى في ظهر بعض وكلنا سبورت لبعض. ف ممكن ابقى انا بشتغل على حاجه مع نفسي لوحدي عشان انا عايزه اقوي حاجه فيا، بس ده برضو بيفيد الفرقه كلها، مش حاجه معينه انا هعملها انا اللي هستفاد بيها، لا كله بيصب في كله يعني. بس بالظبط. نهلة وسارة، عايزة أعرف بره كرة الطائرة بتعملوا إيه؟ إحنا أنا يعني متفوقة للكرة الطائرة من ساعة ما اتخرجت، يعني إحنا طبعًا مرتبطين بعقد احترافي مع النادي الأهلي، فيعتبر يعني دي هوايتنا وشغلنا وكل حاجة يعني. بس ما بتشتغلوش حاجة تانية هي كرة يعني؟ احكي لي يومك كده من أول ما بتصحى. لا هو أنا مش بشتغل، بس يومي كله بيبقى فولي يعني زي طبيعي. احنا في اوقات بنكون اصلا يعني مش بنكون في البيت حتى، احنا بنكون في ساعات اوقات كتير جدا بنكون في معسكرات، فهو ما فيش وقت ان احنا ممكن نقدر نعمل حاجه تانية يعني، قليل جدا. قولي لي كده، قولي لنا كده يومك كده نهله ساره بتعملوا ايه؟ بتتمرنوا قد ايه؟ بتاكلوا يعني ايه؟ تاكلوا ايه؟ يعني دخلونا المود معاكم كده. هو اكيد عادي يعني، احنا في اوقات في ايام بيكون في تمرين الصبح وبالليل. ممكن بيكون مثلا السيشن بتاعت الصبح دي مثلا ممكن تكون ساعتين، بالليل ممكن توصل ساعتين ونص. في الايام اللي هي ما بيكونش فيها معسكرات بيكون تمرين واحد بس في اليوم، بيكون ممكن بقى ده ممكن يوصل لثلاث ساعات ونص مثلا. بيكون فيه طبعا بدني الاول، جيم بقى او ايا كان، جوي الحاجات دي كلها، وبعد كده بندخل للفولي. فبيكون يعني يمكن يومنا، وطبعا بنكون محتاجين نكون متواجدين في النادي قبل التموين، فيمكن يعني نص يومنا او كده بيكون مرتبط بالنادي يعني، ده لما يكون تموين واحد. لكن طبعا لما بيكون فيه تموينتين احنا بنكون مقيمين يعني في اوتيل جنب النادي عشان نكون دايما الصبح في التموين وبالليل في التموين نفس الكلام. ساره قبل ما نعرف يومك عايزاكي تقولي الو. الو علي صوتك. الو ايوه يا ساره. ايوه يا ماما. يا عيادي بس الفرحه والسعاده والابتسامه. الف مبروك لنهله وساره والفرقه والجهاز الفني والاداره وكل السبورت اللي انتوا شفتوه وكل المجهود اللي عملتوه. انا سعيده جدا جدا بيكم لانكم فرقه فعلا متكامله، وتعبتوا وربنا اداكوا على قد تعبكم. الف الف مبروك. ونهله بنت جميلة وقد ايه هي بتلم الفرقة كلها، وازاي بيبقى في تفاهم بينهم، وازاي بتقدر تحل المشاكل. هي فعلا فعلا يعني كابتن فريق محترمة وتستاهل المكان اللي هي. ربنا يخلي حضرتك يا طنط. ربنا يخلي حضرتك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. شرفتينا باتصالك والله، شفتي السعادة اللي على وشها مش طبيعية. طبعا أنا كنت لعيبة قديمة، وأنا كنت بخلي سارة تلعب من وهي عندها سبع سنين بالظبط. واو. وهي ابتدت تلعب سبع سنين، والحمد لله الموهبة طلعت فيها وقدرت انها تثبت مكانها في المنتخب وفي اي نادي كانت فيه. بس طبعا مع النادي الاهلي وصلت لبطولات جميله وحاجه يعني مشرفه الحمد لله. انا عايزه اعرف حضرتك تتعاملي معاها ازاي بقى في البيت قبل البطولات؟ تبقى بقى متوتره، بتهتمي باكلها زياده، بتتعاملي معاها ازاي؟ ساره عندها ميزه ان هي عندها ثبات انفعالي ما شاء الله. بتقدر في اوقات الصعبه واوقات، وحتى ده بيبان في الماتشات لما بيبقى فيه وقت حرج او فيه نقط او فيه ماتش او جيم خلاص هيضيع، بتقدر انها تثبت نفسها وتهدى وتهدي فرقتها وتشجعهم في نفس الوقت. وبعدين بنقدر نوصل بقى للمكسب، لان الثبات الانفعالي في الاوقات الصعبه دي مهم جدا جدا عشان نقدر نعديها ونقدر نكسب يعني. فدي ميزه عندها. وبرضه نهله عندها نفس الميزه انها بتعرف ازاي يلموا الملعب ويقدروا ان هم يلموا اعصابهم، واي صعوبات تقابلهم بيقدروا ان هم يعدوها وبنكسب الحمد لله. الحمد لله. فدي بتبقى ميزه في اللعيب يعني نادره، مش في كل الناس، بس هي موجوده في نهله وساره الحمد لله. الحمد لله. طب لكن هي ما فيش توتر الحمد لله، هي بتبقى مركزه تسمع الكلام، يعني بتبقى ديفوتد قوي للتمرين جدا، بتبقى ديفوتد جدا ان هي تبقى عايزه توصل وعايزه تسمع الكلام وعايزه توصل لنتيجه، فبتأدي صح الحمد لله. الحمد لله. هي بصي سعادتها مش طبيعيه يعني طبعا يعني. طب برضو اكيد بتهتمي برضو بتوفير جو هادي ليها، بتظبطيها اكيد في الاكل اكتر
اكيد طبعا أكيد. اكيد طبعا اكيد اتغذي يا بنتي وكده عشان عندك بطوله ويعني طبعا لا 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 دي حاجات من زمان واحنا فعلا بنهتم بالموضوع ده لان يعني بيعتبر يعني اهم حاجه في حياتها هو الفولي غير الشغل طبعا لكن الفولي ده له ستايل معين عيشه ثانيه خالص لازم ان هي يتهيأ لها الجو كله بكل بقى ما يحتوي بقى فنيا واداريا من النادي أوكي. وهي بالنسبه لها تشتغل على نفسها لو في قصور في اي حاجه بتاخد بالها منها بتقوي نفسها بتعمل حاجه بره ما شاء الله. علشان بس تقدر انها ترفع اسم النادي هي بتاعها. بتفتن اهي وبتقول ان حضرتك في السفر بره كمان بتبقي اكتر بالذات تحديدا بعد السفر كده لما ارجع بقى خلاص بقى يا ماما او قبل البطوله عامه قبل ما اسافر ماما يلا بقى عشان الاكل ده هيوحشني قوي اعملي بموت في ملوخيه اه محشي كده الاكل كلنا بنحب الملوخيه دي رائعه ليها بعض الاكلات كده بس يعني هي فعلا في اوقات يعني لازم تبقى مهتمه لو في حاجه في الميزان لا لازم انزل شويه عشان ابقى اخف عشان اقدر انط يعني هي بتاخد بالها وبتخليني اساعدها في حاجه زي كده يعني احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا وبنبارك لك طبعا على التربيه اللي زي العسل انتي ربيتيها لساره دي احنا لسه مكملين معاكم حلقتنا هنطلع فاصل سريع ونرجع لحضرتك رجعنا لكم مره ثانيه ولسه بنحتفل معاكم بفوز نجومنا وابطالنا سيدات الاهلي في الطايره بكاس السوبر وزي ما قلنا لكم معانا كابتن نهله سامح كابتن فريق الطايره بالنادي الاهلي وكابتن ساره امين لاعبه كره الطايره بالنادي الاهلي انا عايزه ابتدي من نهله البطولة الأخيرة اللي هي مبارح أنت كملتي 50 لقب أنا عايزاكي تكلميني عن الرقم ده رقم قياسي وعن 50 لقب في سن صغير زي ده أنا يمكن ما كنتش يعني اللي هو بقى عارفة بطولاتك أكتر من بطولات أندية يعني كفرد في أندية كاملة دولاب بطولاتها ما فيهوش 50 بطولة صحيح طبعا يعني ده شرف ليا إن أنا وصلت للرقم ده وده إن أنا بلعب في النادي الأهلي بيلعب على البطولات دايما ويمكن انا وصلت للرقم ده يعني في ناس فعلا كتير تبقى كاتبه مثلا على الفيسبوك هي عندها كام سنه عشان توصل للرقم ده بس الحمد لله يمكن انا اتصعدت وانا عندي 13 سنه أو 14 سنه كنت صغيره جدا يعني فالحمد لله حققت بطولات مع اجيال كانوا اكبر مني حتى بكتير اذا كان الحمد لله احنا محافظين على الدوري والكاس اكتر من 35 سنه يمكن انا حضرت منهم 19 سنه يعني ده السيزون ال20 مع الدرجه الاولى منهم طبعا ممكن يكون 6 أو 7 سنين لعيبه مصعده فالحمد لله قدرت اعوض يعني البطولات دي كلها جبنا البطولات دي كلها بتغذيك في السنه كام بطوله يعني عشان يبقى احنا دايما بنلعب يعني في حدود 4 بطولات في السيزون ده يعني البطولات دي كمان درجه اولى بس انا مع الناشئات والشابات الحمد لله حققت كل البطولات المحليه من الجمهوريه والكلام ده كله بس يمكن ال 50 بطوله دي مع النادي الاهلي درجه اولى بس حتى بعيدا عن المنتخب فكان كل سنه الحمد لله النادي الاهلي مسيطر على البطولات دوري وكاس والبطولات الافريقيه حصلت على 6 ما شاء الله 6 بطولات افريقيه و5 بطولات عربيه فالحمد لله يعتبر يعني الفضل طبعا بعد ربنا الحمد لله للنادي الاهلي يعني ان انا لعيبه فيه بمناسبة النادي الأهلي بيحصل كتير بنشوف أندية تانية بتحاول تسحب اللاعبات والأبطال من عندنا وغالبا طبعا بمقابل مالي وبيبقى مقابل مالي كبير لكن في الغالب الصفقات دي بتخسر عايز أعرف رأيكم أنتوا الاتنين إيه اللي ممكن يخليكوا تنسحبوا في يوم من الأيام من النادي الأهلي أنا بالنسبة لي لا يعني هي حتى يعني الناس كلها عارفة أو القريبة مني ان انا الموضوع ده عندي يعني ما فيهوش نقاش خالص يعني ومن زمان وفعلا كان بيجي لي عروض كتير انا وشريهان كنا يعني الحمد لله كنا يعني مش يعني الحمد لله كنا نعتبر اللعيبه المميزين في النادي الاهلي وكان بيجي لنا احنا الاثنين انت عامله رقم قياسي اتكلمي عن نفسك يعني مش هقول لك اعملي ماركتنج لنفسك انت مش محتاجه تعملي ماركتنج لنفسك بس يعني الحق يتقال انت لعيبه بطله ولعيبه كبيره فاما تقولي ده ما تقوليهوش بكسوف بكسوف يعني واضح الناس الناجحه الحلوه كمان يعني من وانا صغيره لا نهله انا ونهله وشريهان على طول هم كانوا اللي هم ايه العلامتين المميزين في النادي الاهلي على طول يعني من وانا حتى في الشمس زمان كنت هم بيلعبوا في نفس مركزي هم الاثنين اللي بيلعبوا على طول ما شاء الله هم الاثنين اللي انا خلاص هم بياخدوا كل البطولات كل الحاجات اللي انا يعني نقصاني بتاع انا لا انا بركز عليهم يستقبلوا ازاي بيضربوا ازاي بيتصرفوا ازاي الحاجات دي كلها
يعني انسبايرد باي شريهان ونهلة. عايز اعيط الحاجات اللي انت فجأة. ارجوك يا استاذه هند اعيط بلاش. انا اللي هعيط والله. فده بالنسبه لك طبعا عمرك ما فكرتي في ما فكرتش فيه يعني حتى ولا لو جنه والله وفعلا وكانت مبالغ ممكن تكون اضعاف والكلام ده، بس انا عمري ما فكرت والحمد لله يعني عمري ما ندمت في لحظه يعني بالعكس الحمد لله دلوقتي ان انا وصلت ان انا واصله ل 50 بطوله مع نادي واحد. انا دي حاجه تسعدني طبعاً. وبتربطني اكتر بالنادي الاهلي يعني فعلا انا حاسه ان انا خلاص هي نهله سامح النادي يعني اسمي فعلا مرتبط اسمي مرتبط بالنادي الاهلي يعني مش هكون لاعيبه الطايره نهله سامح في اي حته ثانيه ما ينفعش. انا طبعا في بدايه السيزون برضو كان في كلام ساره تعالي ساره من حتى من ناس من صحابنا وكده وابتديت ان هو يعني لا انا مش عايزه كده ومش حاسه ان انا عايزه خلاص انا في النادي الاهلي وعايزه انهي مسيرتي في النادي مش عايزه يعني انا مش عايزه مقابل مادي بقى مقابل العربيات بقى والحاجات دي. ناس جامده عارفه هي عايزه ايه وقاعدين ومثبتين هنا بالظبط لو مفيش حاجه هتغريني يعني لا مفيش حاجه لا انا عايزه ابقى خلاص وصلت النادي الاهلي من 4 سنين لا عايزه ان انا اكمل بقى خلاص مش عايزه اروح في حته ثانيه. احنا مش هنسيبك تروحي في حته ثانيه والله فعلا النادي الاهلي مش هيسيبك اصلا. الموضوع مش بيكون ماديات بس يعني فعلا اللعيب لو فكر الموضوع مش ان انا اروح للمكان اللي هيديني مبالغ اكتر والكلام ده لا يعني الرياضه والفولي في حاجات تانيه كتير اهم يعني من ان انا اخد فلوس زياده او كده. طب يعني كل اللعيبه يفكروا زي طب انتوا بتشوفوا اللعيبه ازاي بتشوفوا اللعيبه ازاي يعني اللي ممكن تسيب ناديها علشان تحترف عشان مقابل مادي بتشوفوا ده ازاي؟ هما برضو هما احنا دلوقتي في عصر احتراف اللي عايزه اروح عايزه فالناس برضو دي حريتها شخصيه فممكن يكون تفكيرهم مش زي تفكيرنا. عارفه يعني اقول لك على حاجه والله العظيم بجد يعني كل اللعيبه اللي مشت عشان احتراف وعشان بطولات ما شموش بطوله يعني انا افتكر احد اللاعبين مشي قبل كده عشان قال لك عايز طموحه من ساعه ما مشي ما شفنالوش بطوله. فالمهم عشان انا بتعصب الموضوع ده وده مش صح. ساره عايزه اعرف بتعملي ايه في حياتك؟ احنا عرفنا قبل الفاصل كانت نهله بتعمل ايه؟ انا كنت شغاله قبل كده سنتين انجلش تيتشر في مدرسه وكنت الموضوع ده كان بالنسبه لي انتحار. كنت تعبانه قوي مع اني كنت مبسوطه جدا جدا والناس هناك بجد بموت فيها يعني لسه لحد دلوقتي احنا صحاب ومفيش حاجه بس الموضوع كان مرهق جدا ان انا بخلص المدرسه على الساعه 2:30 مثلا والتمرين 5:30 ف ماشي هخلص هروح النادي الساعه 3:30 اقعد ساعتين ما بعملش حاجه وبعدين ببقى على طول تعبانه على طول مش شايفه قدامي على طول رايحه في الطريق بقى قافله مش عايزه اسمع حاجه. بس لا بعدين بقى خلاص قلت لا يعني مش عايزه اكمل في حاجه زي كده بعدين بقى قدمت في حاجات بقى عشان تبقى اونلاين فدلوقتي بشتغل في حاجه اونلاين لذيذه على الهادي كده كل حاجه في البيت واتساب ايميلات بتاع حاجات كده مناسبة أكتر فالصبح بشتغل وبروح التمرين بالليل. أخيرا طموحاتكم إيه الفترة الجاية؟ إن شاء الله طبعا إن احنا نفوز بالبطولات الجاية السنة دي بالذات السنة دي أصعب من كل السنين إن شاء الله عايزين نفوز بدوري وكاس وأفريقيا والبطولة العربية لو لعبنا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بطولات مش عايزين أكتر من كده. بطولات وميداليات. وعلى المستوى الشخصي أنتوا في حد فيكم متجوز؟ لا دول شخصيا انا مخطوبه بس. انت مخطوبه يعني على مستوى شخصي فتره جايه عندك بلانز بقى الجواز والحاجات دي؟ ان شاء الله الجواز ما يقعدش باذن الله. الكره الطايره والنادي الاهلي عايز اقعد معاكي بعد الهوا هنقول له. انتوا نورتونا وشرفتونا انا واميره يمكن من جمهور النادي الاهلي من قبل ما نبقى مذيعات فشرفتونا شرفتونا كجمهور النادي الاهلي. الف مبروك وان شاء الله البطوله الجايه تبقى بودينا نفس الكلام ان شاء الله. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا.